بارك لأبناء منطقة باب المندب هذا المشروع الحيوي الهام الذي انتظره المواطنون طويلاً، وهو مشروع مهم بالنسبة للمنطقة لعدم وجود المياه وتوفيرها من منطقة العمري على بعد 37 كيلو. تم حفر عدد من الآبار ومد الشبكة وصولاً إلى باب المندب وإلى كل منزل. نبارك لأبناء باب المندب، وهذه من أهم واجبات الدولة ورجال الدولة أن يقوموا بخدمة المواطنين وتقديم المشاريع الهامة لأبناء المناطق المحررة. هذا المشروع سيعكس على هذه المنطقة بالخير والنماء إن شاء الله، وهي رسالة سلام ومحبة للعالم من هذا المكان من باب المندب، أهم ممرات التجارة العالمية. اليمنيين يقدموا رسالة سلام للعالم الذي يريد الحوثي أن يحول اليمن إلى دولة إرهابية تتبع الحرس الثوري الإيراني، تخدم المشروع الإيراني الذي يعبث في مضيق هرمز ويريد أن يعبث في باب المندب. الرجال الأشاوس من القوات المشتركة من ألوية المقاومة الوطنية والعمالقة وخبر السواحل هم من يؤمنون ويحرسون هذا المنطقة، ممثلة بأبناء اللواء 17 عمالقة وقوات خفر السواحل ورجال الأمن وأبناء المنطقة، هم يحمون هذا الممر الدولي ويقطعون دابر أي إرهابي أو متحوث من أن يعبث بأمن هذه المنطقة والمناطق المحررة بشكل عام. الحوثي يريد أن يحول اليمن إلى مشروع إرهابي يخدم الوينية الإيرانية كما حصل في العراق، كما حصل في لبنان وفي سوريا. اليمن ستكون مقبرة للمشروع الإيراني بإذن الله برجالها وأبطالها. سنحافظ على بلادنا وعلى عقيدتنا وعلى ديننا وعلى أمننا واستقرارنا ومجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، لن نسمح بأي دخيل أن يأتي لتغيير هذا المجتمع اليمني المنسجم المتآخي منذ آلاف السنين. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونكرر أن نحن نريد أن نتعاون لتنمية المنطقة وتقديم الأفضل لأبنائنا المناطق المحررة. شكرا جزيلا.